20، خمس جولات من الغياب، الكرة منقولة الآن عرضية عالية، محاولة، هدف أول سجل نادي مونزا، كسر التعادل، لكن الوافد الجديد في ديربي لومبارديا في المباراة التاريخية كالديرولا يسعد غالياني، يسعد أيضا بالادينو، كسر التعادل السلبي 1-0، يتقدم نادي مونزا، فعلها هذا الفريق الصغير اللي يصنع تاريخ لنفسه في هذا الموسم، لبيانكو روسي يسجل أولا، يتقدم أولا، يضع البصمة الأولى، وهذه أيضا من الطقوس الخاصة، من العادات الخاصة هنا في الملاعب الإيطالية. الهدف، الكرة التي يسجل من خلالها الهدف يتم عرضها بعد ذلك في المتحف، لكن هذه الكرة العرضية، واللاعب كالديرولا وضع الكرة بالرأس بعد محاولات كانت للنيراتوري.